بس كان بعطيكم شافه صارت لي مقصدي تراها تشجيع، لا هو برئه ولا هم يحزنون. يوم تخرجت من الثانويه كانت الامور مره رايحه مره رايحه دحدره، وكنت يا طول العمر توه جايني قبول في كليه التقنية، ورجال ما كان معي موتر، ما معي موتر وسايقه كذا. واذكر العصر رحت صوب البقاله اللي عندنا في الحاره، الا اشوف ذاك اللي من متلازمة الداون، عرفتوهم؟ الله يشافيهم جميع. فشوفه يا ولد موقف عند الخط، السيارات تمشي كل ما ذا وقف عنده، دليت عليه لأنه يصير له شيء. فأنا أروح له وأمسكه بيدي، سلام عليك، وأجيبه لين بمتل أتكلم معه. قال له هو يبي فلوس يا ولد، فلوس ويعطيه ما تصلح. شوي ليوم جو أخوانه الصغار، بنتين وولد صغار صغار أعمارهم يمكن 6 سنين 7 سنين، وكل ما قربوا منه يبون يرجعون البيت صح عليه. كبير هو كبير، عود يمكن عمره 21 20. المهم قمت أسولف معه، قلت أنت إيش تبي؟ قال أبي الكريب، عرفت الكريب حق الكيك ذا الكريب، قال أبي الكريب. وأنا وبيني وبينكم طفر ولذا يبي كريب، قلت أنا أعطيتك الكريب تروح البيت، كيف أروح البيت؟ والله يا ريجي كذا 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 مسكت معه أبي كرب وأعطيه كرب، شيء طلب ثاني أبي كرب ثاني مختلف، وأنا أعطيه وأقول مدرع البقالة خله على حساب سجل، وأخذه ووديه البيت. والله العظيم أني أقولها مو برياء، وأنتم تعرفوني. ندخل البيت شوية لما اتصل علي واحد من أخواني، علومك كيف الحاش حالك يا ود، أنا لقيتك سيارة تراني شريتها، ما كنت أدري أنه بيشتري لي سيارة ولا محزنون. ألا توفقت والامور كانت مدحدره، انا مسويها كذا ابي بس من حسن نيه، ابي بس يدخل البيت واخوانه الصغار. فالكلام ترى انت صدقت، انا اشهد تصدق تراها بتجي منا، كيف ما ادري هذه صارت ابيها تسجيل للعالم وجهك. اي بالله اي بالله اي بالله، تسجيل تسجيل والله، عز الله العز انها صحيح. انا جربت نفس الامور